يعني في حالة استنفار تصير عند الأهالي قبل بدء موسم الدراسة، تكون في تغيير جذري، جداول النوم، الواجبات والمسؤوليات أيضا اللي على الأطفال، والآن لازم يبدأوا يستعدوا عشان بكرة عندهم مدرسة. إيش المفروض يعملوا ومن متى يبدأوا الترتيب؟ طبعا اهلا عزيزتي مها، صباحك فل. اهلا طبعا انا يعني ادمنت الحضور معك لانه صوتك كله محب للحياه. شكرا. والطاقه الايجابيه اللي موجوده دي اللي احنا محتاجينها دلوقتي، يعني الاستعداد للدراسه والتهيئه النفسيه لابد ان تكون ايجابيه اكيد حتى نستطيع ان نسد هذه الفجوه التي حدثت بين فتره الاجازه وبين فتره الراحه، بين فتره الكسل وبين فتره الاهتمام بالمواعيد والالتزام والحضور في مواعيد محدده ووجود ديدلاين للواجبات المدرسيه. وكل هذه الامور كانت غير موجوده في فتره الاجازه. فتره الاجازه مفتوحه، مواعيد أكل غير منتظمة، لا يوجد روتين، مواعيد سهر، حتى أيضا النوم يعني قد يكون متقطع في بعض البيوت. لذلك كان لابد من البداية أنه إحنا نستعد ونتهيأ نفسيا كآباء وأمهات وأيضا كأبناء. بداية الأمر يقع على الآباء والأمهات أولا من الناحية النفسية، أنه يحفزوا أولادهم. ودائما على فكرة معظم الأمهات يعني ترهق من موضوع الالتزام بروتين معين. لماذا؟ لأنه طبيعي الأطفال في هذا الوقت لابد من وجود أوقات معينة للاستيقاظ، أيضا أوقات معينة لتناول الغداء بعد عودتهم من المدرسة، مواعيد معينة إذا كان هناك عشاء مثلا لابد أن يكون بمواعيد معينة. هذا الأمر يستدعي مجهود كبير من الأسرة، فلا بد ان الاسره هي من البدايه تبدا هذا الروتين. لحظه دكتوره، متى من البدايه؟ متى هي عادات الان مكتسبه؟ يعني الامهات مثلا تقول لك والله خلي الولد الان اجازه، ما نبغى نشد عليه، خليه يرتاح. فمن متى المفروض تبدا تجهزه انه احنا راجعين للدراسه؟ لانه كمان الابناء كل ما تذكرين بالموضوع يقول لك لا تذكرينا، فخليها قبلها بشوي بشوي. هذه متى؟ اسبوع، اسبوعين؟ متى المفروض تبدا الام تستعد؟ نعم، شوفي عزيزتي، أنا لبست لهم الأحمر اليوم، فأنا لبست لهم الأحمر أقول لهم في خط أحمر، ترى في خط أحمر الآن، خلاص ستوب، يعني اغلق كل الملهيات من الآن. يعني مثلا لو اقترحنا مثال بسيط جدا، في فترة الصيام في شهر رمضان، في هذا الوقت بداية الصيام كيف تكون؟ مرهقة، مجهدة، متعبة، دائما تكون عادة جديدة، يعني في مواعيد نوم مختلفة، في مواعيد أكل مختلفة. فالآن يوجد نفس الفكرة، لو طبقنا هذا المثال على وقت الدراسة، نعم لابد من تهيئة من قبل ذلك، تهيئة قبلها مثلا خلينا نقول بأسبوعين مثلا. أولا طبيعة الغذاء الذي سيتناوله الأبناء. طبعا طول فترة الإجازة متاح لهم السكريات، متاح لهم أنواع الشوكولاتات، متاح لهم أنواع يعني بدون ذكر براندات النودلز اللي هي غير مفيدة والتي لا تغذي الدماغ. لماذا؟ لأنه في سهر، والسهر يطلب أكل، فطبيعي أنه لا بد أن نعمل مسليات طول الوقت. أيوة، نقطة خطيرة جدا وهي مواعيد النوم. لما بيجي لي مشكلة في المركز، يعني بتقول لي الأم أنا عندي أولادي للأسف مش عارفة أضبط مواعيد النوم، بقول لها بس تعبي معايا يومين بس. بداية نوم الأطفال أو الأبناء في فترة الأجازة تكون صباحا، يعني الصباح، بداية الصباح هو بداية النوم. ليه؟ لأنه في سهر طول الليل. فممتاز، إحنا الآن هنعمل معادلة مهمة جدا، وهم هيناموا ساعتين إلى 4 ساعات، وبعد كده هيقوموا مثلا الساعة 10 الصبح، الساعة 12 الصبح، ويستكملوا يومهم، وبهذا على مثلا الساعة 8 أو 9 مساء سوف يأتي موعد النوم بكل إريحية. ولكن هذا يعني معلش مجهود من الأم أيضا، كذلك هو مجهود من الأب، الإشراف والمتابعة. التهيئة ليست فقط نفسية عزيزتي مها، ولكن التهيئة أيضا من الجانب الأدوات الدراسية لازم تكون متاحة، اليونيفورم أو الزي المدرسي لازم يكون موجود ومتاح. لا يمكن أن أتخيل أم دائما في حاله من العبث، والله في حاجات ناقصه وفي حاجات ما جبناهاش، وتاني يوم اوه والله حبيبتي اللبس بتاع السنه اللي فاتت طلع صغير عليكي، فخلاص البسيه مش مشكله. فالولد يحس ان في ارتباك، او البنت تحس ان في حاله مضطربه او مرتبكه. لابد ان يهيئ مكان دراستهم، يهيئ مكان نومهم، ويهيئ ايضا ادواتهم الدراسيه ومستلزماتهم الدراسيه التي سيستخدمونها. هذا سيسهل علي انا كأم، فكره التخطيط مهمه جدا. ايضا مش كل يوم والله في بدايه الدراسه أكيد هيحصل بعض الخلل، فمش ضروري أن أنا كل يوم أصحى الصبح أقول كل القوانين.
ولكن بطريقه سهله جدا اضع القوانين او الرولز او يعني خطه اليوم، بلاش رولز عشان الناس اللي أيوة اللي بتطبطب على العيال ما تزعلش مننا. هنقول خطه اليوم من الساعه كذا للساعه كذا. بالنسبه لموضوع دكتوره، انت شكلك مو من النوع اللي تطبطب ابدا، بما انك لابسه يعني احمر اصلا يعني من اول اليوم واضح النظام. تذكرت لما تقولي يعني انا حازمه شويه، حازمه ولكن الدكتورة رنا، احنا زمان واحنا صغار يعني كنا نشتري ادوات المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، يعني نرصها كذا قدامنا قبلها باسبوع، نحط الشنطة، نحط الحذاء الله يكرمك، نحط الاشياء عشان نحس انه احنا مستعدين ومتحمسين من قبلها باسبوع، كذا كلها امامنا جاهزة وجديدة زي ما هي عشان نفرح فيها ونلبسها من اول يوم. بس دكتور الان الوضع تغير، يعني حتى مواعيد اللعب مثلا، خلينا نقول الاهالي كانوا معطين مساحة مفتوحة الولد طول الوقت معاه آيباد أو بيلعب طول الوقت مع أصدقائه أونلاين، الآن لازم في ساعات معينة وفي أوقات معينة. الأم كيف ممكن تبدأ تداري شوية وتطبطب شوية مثل ما قلتي، بس في نفس الوقت تمسك الأمور وتكون حازمة؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، يعني وضعت يدك على الجرح يا أستاذة مها. طبعا أنا عندي الآن فارق بين الأطفال قديما والأطفال حديثا. الأطفال قديما كانت متعتهم أصلا في الذهاب للمدرسة. والله يا أستاذة مها أنا أذكر أن أنا كنت أفتح الكتب وأشمها رائحة الكتب والقرطاسية هذه، كانت يعني إدمان. ما كان عندنا شيء، ما كان عندنا شيء وقتها. الله يعني الآن طبعا لا يوجد ملهيات أخرى. فكانت بالنسبة لنا الذهاب للمدرسة ووجود قيمة، ربطها بقيمة. ما هي القيمة التي كانت موجودة سابقا؟ كانت الصحاب والوقت اللطيف واللعب في فناء المدرسة، وإنه إحنا نقابل مدرساتنا اللواتي طبعا كانوا يدعمنا في عملية التربية، غير الآن المدرسات تحس المدرسة يعني حاملة للكتب والأوراق والأثقال وهائمة على وجهها، المهم تخلص الحصة وتملأ الدفاتر وتملأ الأوراق. تمام. الآن الأطفال عندهم العكس، الملهيات أكثر. كمان في خطأ خطير يقع فيه الأمهات، وإنهم يعتبرون تهديد الأبناء بالمدرسة كعقاب. والله يا ريت كل السنة مدرسة، يا ريت كل السنة دوام، يا ريت والله إنه أنا خلاص أنتوا هتروح المدرسة وأنا هرتاح وأنام، ويا سلام ما مش هيبقى فيه أي صراخ ولا تواجد في البيت، هيبقى عندي مي تايم اللي هو الوقت الأم الخاص فيها هي. فالولد غصب عنه طبيعي يحصل ربط بين ان المدرسة كعقاب وان هو مكان يعني سيصبح سجن لكل الانطلاقة العظيمة. فكان لابد من مرحلة انتقالية انه انا اضبط له الوقت اللي قبل المدرسة مثلا اسبوع، 10 أيام، اسبوعين، عشان استطيع ان انا اخده من هذه الدائره العبثيه الى هذه الدائره المنتظمه بالتدريج، حتى لا ينصدم من الواقع الجديد، صحيان بدري، دراسه، واجبات، كتب، اقلام، ويشعر بال يعني صدمه. هذه تعتبر صدمات على فكره، خاصه في السن الصغير. ايضا نقطه خطيره جدا انه لابد انه انا اربط الولد بهدف معين. اولا هدفه انه التعليم هو تاشيرتك لدخول اي مكان، بغض النظر عن المجال، ولكن التعليم هو تأشيرتك للنجاح في الحياة بداية. ثانيا لابد أن يوجد جانب متعة وتسلية. هذا الجانب أنا أضعه في طفلي وأتواصل مع المدرسة عن أدوات الترفيه المتاحة لديهم. ما هي أدوات الترفيه المتاحة إليهم؟ طيب أنا حاسة كأم إن أنا مرهقة لأن في التزامات مادية وفي روتين وساعات معينة من التعامل مع الأطفال وترتيب جدولهم اليومي. لابد أن أنا أصطنع انه انا يعني سعيده بالدراسه، وانه لابد يكون في احتفاليه، ولو مثلا سن صغير اطلع مع ابني اشتري الادوات المدرسيه اللي فيها الكرتون المفضل لي مثلا. ويعني حتى يقول لك المثل act it till you feel it، يعني مثلي لحد ما تحسي فعلا ان انت في المود. ليه؟ لان انا عايزه التحفيز ده يوصل لابنائي. فهذه رساله لابنائي وايضا رساله لطلابي، انه لابد ان تبدا من الان اذا اردت ان تبدأ عام دراسي بنشاط دون كلل ودون تباطؤ ودون تراجع ودون ضجر، حتى لا تضطر إلى أنك تحس أنه في زحمة. ماذا نفعل؟ أولا التخطيط، التهيئة النفسية، التهيئة الجسدية أيضا. وهذا يعني معلش هيقع هذا الدور على الأم أكثر بنسبة 60% أكثر من الأب. الأب يشرف ويتابع، الأم هي الأكثر احتكاكا والأقرب للأطفال. أكيد يعني المسؤولية الأكبر دائما على الأمهات، عشان كذا الأمهات يعني عشان كذا الأم أم والجنة تحت أقدامها في النهاية. لكن دكتورة كمان أضيف لما تقولي يقولوا لأبنائهم بنرتاح منكم
في الإجازة الولد حتى يحس نفسه ثقل قاعد، يعني هم كان على الأم وبيرتاحوا منه أخيرا. بس يعني أحيانا فعلا هذا اللي بيصير حقيقي، بس لا تقولي لهم، يعني الأم المفروض ما تقول لهم صراحة كذا. شكرا جزيلا لك من القاهرة، يعطيك العافية دكتورة الاستشارية النفسية والتربوية وتطوير الأداء دكتورة رنا العايدي، بقية نهار سعيد دكتورة.